طيب بالنسبة بقى الخبر واتكلمنا فيه أنا وكريم امبارح طبعاً، وبنتكلم عن نهائي كأس آسيا. الأردن بيتأهل لنهائي كأس آسيا هنا لأول مرة في تاريخه، بجد ده خبر أسعد الناس كتيرة على المستوى الشخصي، إن أنت دلوقتي بتشوف منتخبات عربية فعلاً ابتدت إن هي تتألق بشكل كبير، ما كانتش كده زمان. يعني حلو إن تلاقي تطوير حاصل، رغم إن أنت مستواك الفني لو هنتكلم عنك واقف شوية يعني كما أنت، بس حلو إنك تشوف الدول العربية، الكرة العربية، الكرة الإفريقية بتتحسن. ده أعتقد خبر جيد، نقول مبروك لمنتخب الأردن التأهل لنهائي كأس أمم آسيا لكرة القدم بعد فوزه على كوريا الجنوبية، كان 2-0 بالأمس، وسجل طبعا النجم بتاعهم يزن النعيمات وموسى التعمري هدفي المباراة، كان دي 53 و66، وفاز موسى كأفضل لاعب في المباراة، وصعد بكده منتخب الأردن للمباراة النهائية، بنتكلم لأول مرة في تاريخه. بينتظر طبعا الفائز من المواجهة المرتقبة النهاردة بين قطر حامل اللقب ومنظم البطولة أكيد ضد إيران، والمباراة هتقام، المباراة النهائية لكأس أمم آسيا هتكون يوم السبت الجاي على ملعب لوسيل اللي سبق استضاف طبعا نهائي كأس العالم الأخيرة في 2022. طيب احنا معانا التليفون يا جماعة، جاهز؟ حلو جدا، خلينا ناخد على التليفون اكيد لمزيد من التفاصيل استاذ امجد القيسي الناقد الرياضي الاردني. يا استاذ امجد صباح الهنا عليك في البدايه. صباح الخير عليكم، صباح الخير يا مصر، صباح الخير لكل المصريين، تحياتي لك يا نهاوند، تحياتي لكل الساده المشاهدين متابعين قناه الاهلي العزيز الغالي جدا على قلوبنا. اولا الله يبارك فيكم والحمد لله رب العالمين، ربنا اكرمنا بالفوز على كوريا. بالبدايه حاب اقول لكم ولكل المستمعين والمشاهدين في عالم كره القدم، لا تقول لي تكتيك ولا تقول لي تاريخ ولا تقول لي خبره، خلي حب الوطن لك عبره، اكررها، لا تقول لي تكتيك ولا تقول لي تاريخ ولا تقول لي خبره، خلي حب الوطن لك عبره. عملوها النشامه، كانوا على قدر المسؤولية، قول وفعل، أفرحونا وأسعدونا، وآسيا كلها الآن نهوان تكتفي بالشباغ الأحمر. كلام محترم جدا وشعر جميل والله يا استاذ امجد، يعني وزي ما كنت بقول والله في البدايه احنا سعداء باي نجاحات بتحصل لاي منتخب عربي، في الاول وفي الاخر ده بيكون نجاح لينا كلنا. في شغل حصل، في مباراه كانت قويه جدا، بس انا عايزه اروح معاك شويه للفنيات. انا شفت فعلا مباراه قويه، شفت اداء للمنتخب الاردني قوي، فعايزه اروح للنقطه دي، وايضا توقعاتك ايه لمباراه قطر بقى وايران، وتتوقع مين اللي هيواجه منهم يعني الأردن؟ طبعا الحمد لله رب العالمين، المنتخب الوطني الأردني زي ما تفضلت هو سجل الظهور الأول له في الدور النهائي بعد سنوات طوال عجاب، وكأن كرة الجلد المدور ابتسمت لنا أخيرا وكافأتنا على المجهودات الكبيرة الجبارة التي قدمناها في السنوات السابقة. نتحدث فنيا، يعني لاعب منتخبنا الوطني أصبح ناضج كرويا وأصبح واثق من نفسه، عموته ألبس كتيبة النشامة ثوب البطل وجعلهم يصولوا ويجولوا في ملاعب قطر. نتحدث هنا عن شخصية منتخب بطولات، والجميل بما فعله لحسين عموته أصبح التحضير وبناء الهجمات يبدأ من الخلف بكل ثقة والتزام، هذا بكل صدق وأمانة لم نعتاد على مشاهدته من قبل، وطريقة اللعب السهل الممتنع في عملية الارتداد أو الإمداد الهجومي، ترابط الخطوط الثلاث، لمساته وبصماته نهواند واضحة واثقة، ناهيك عن موضوع الاحتفاظ بالكرة إلى أكبر وقت ممكن. صحيح. استراتيجية اللعب نهواند والنهج المتبع اختلف، وهناك انضباط تكتيكي عالي وواضح من خلال إطلاق المنافذ في منتصف الملعب، التنوع مرة دفاع متقدم ثم دفاع متاخر، رقابه لصيقه لمفاتيح اللعب، سرعه وذهن صافي، تركيز عالي، هذا ما كنا نبحث عنه حقيقه في السابق، فبالتالي اصبحنا رقم صعب جدا الان في اسيا، ويبدو ان نسخه 18 من امم اسيا ستكون وتبتسم ان شاء الله وتكون اردنيه 100%. بالنسبه للمنتخب القطري اكيد المدافع عن لقبه صاحب الارض والجمهور
أمام محطة صعبة جدا. المنتخب الإيراني قوة جسمانية، سرعة، لياقة. اليوم مباراتهم لن تكون سهلة إطلاقا إطلاقا إطلاقا، أكيد. هي المواجهة الأصعب والاختبار الحقيقي لقطر، كون أن مشوارا في البطولة لم يكن هنالك صعوبات كبيرة جدا مثل ما واجهها المنتخب الأردني، نتحدث عن المنتخب العراقي والمنتخب الكوري الجنوبي، يعني منتخبين كانوا مرشحين فوق العادة. الآن المنتخب القطري أمام الاختبار الحقيقي أمام منتخب إيران، أكون أو لا أكون. صحيح. فأنا شايف أنه مباراة صعبة، وإن شاء الله أنهم يقدروا يتخطوها ويكون اللقب عربي أهم شيء. بغض النظر أنا أكيد بتمنى أردني، بس نتمنى أنه يكون عربي، المواجهة الأخيرة عربية وبالذات لدول غرب آسيا، لأنه شرق آسيا حقيقة فترة طويلة هيمنوا على كرة القدم الآسيوية، فبالتالي إحنا بدنا غرب آسيا أكيد يكون مسيطرين، 6 ألقاب في غرب آسيا و6 ألقاب في شرق آسيا، فبالتالي إن ما حصدنا هذه البطولة ستكون الكفة تميل لنا إحنا كعرب آسيا. رائع جدا، انا بتفق معاك جدا استاذ امجد. هروح معاك لنقطه بره الموضوع شويه بس عايزه رايك فيها سريعا، بما ان احنا يعني دي او ده الملف المطروح على الساحه حاليا والاهم، رايك ايه في تعيين مدير فني مصري لمنتخب مصر مؤخرا وبعد فتره طويله جدا؟ يا الله عليك، شو كنت اتمنى هذا الصوره. اولا الاستاذ الكبير الراحل محمود الجوهري رحمه الله عليه اللي احنا كنا بنحبه في الاردن، بعد ما انتهت مهمته كمدير فني اصبح مستشار لسمو الامير علي بن حسين، فساله سمو الامير علي بن حسين انه مين بترشح يجي خليفتك؟ فقال انا ارشح حسام حسن، عندي الشغف وحب العمل وحب التحقيق الانجاز. فبالتالي بعد وفاة الكابتن محمود الجوهري مباشرة الاتحاد الأردني، رغم أنه الكابتن حسام حسن ما عمره درب أي منتخب، الأندية اللي دربها كانت أندية عادية ما بين المصري البورسعيدي والترسانة وما شابه ذلك، إلا أنه سمو الأمير علي وقع معه لتدريب المنتخب الوطني الأردني احتراما لتاريخ وإنجازات الكابتن محمود الجوهري وأخذ بنصيحته، لكن الله يسامحه يعني الكابتن حسام حسن أول ما تم الاتصال من قبل نادي الزمالك تركنا وراح على الزمالك. احنا طبعا نعرف حبه وشغفه لكرة القدم المصرية. أكيد أكيد كان وقتها ليها حساباتها يعني طبعا. أكيد طبعا كرة القدم المصرية مع حسن شحاتة، شوفي 2006 2008 و2010 سنوات طوال وأنتم هيمنين على كرة القدم المصرية. صحيح. فبالتالي المنتخب كان بحاجة إلى شخص مدرب محلي، هذا الشخص يكون عنده الشغف والحب وتحقيق الإنجاز، يعني احنا كنا كل جول يجيبه المنتخب المصري مع الجيل الذهبي تطلع على حسن شحاتة يطير مثل الفراشة، الله أكبر الله أكبر، مصر مصر، هذا الحب صحيح اللي احنا فقدناه، الشغف هذا فقدناه، فهو هذا الأمر موجود في حسام حسن. احنا كنا أكيد سعيدين جدا وسعداء بتواجد مدير فني مصري، لماذا؟ لأنه فيتوريا اللي هو المدير الفني السابق، المنتخب المصري أكبر منه وأفريقيا أكبر منه. صحيح. وهو مدرب مغمور، يعني الاتحاد المصري لبس ثوب أكبر من ثوبه. صحيح. أنت عندك مدرب محلي جاهز وأكثر من مدرب بالذات حسام حسن، ويتمنى أن يكون المدير الفني اللي عنده هذا الحب والشغف. الحلو حسام حسن درب منتخب الوطن، عنده قابليه انه يكسب حب الناس، يطلع احسن ما في اللاعب، يعطيه حب الوطن، هاي الامور مش عند اي واحد، يعني كنا نشوفه باخر ايامه مع المنتخب مع حسين شحاته كان يوقف كانه مدير فني على الخط، مش لاعب، كان ينزل اخر الشوط ويقدم اداء عالي جدا، يعني احنا لما كنا نشوف طلع مثل بدايه دروبا حقق تشامبيونز ليج، حقق الدوري الانجليزي اخو دوري بالعالم، وحطم كل دفاعات اوروبا، لما كان يقابله المنتخب المصري وائل جمعه كان يشيل الكره وديفيد روزبا على المدرجات، يجيبهم من المدرجات المعنى المجازي مش الحقيقي. فهذا قلب الاسد اللي هو مثل لما تحدثت لك قلب الدفاع لما يكون عندك وائل جمعه بطريقه، عندك الحلونجي
محمد ابو تريكه، تمريراته الساحره، كيف صناعه اللعب، كيف يفرق للاعبين. هو كان جيل مختلف يا استاذ امجد، يعني الحقيقه لن ينسوا، كل واحد منهم دلوقتي قامه كبيره برضه في كره القدم، يعني سواء بقى على مستوى التدريب او الاعلام او غيره، بس فعلا هو جيل لن ينسى. وعشق حضرتك او شغفك للكره وتحديدا الكره المصريه عاجبني جدا، وانا يعني عايزه اقول لك اتمنى ان شاء الله لما تزور مصر تكون ضيف بقى معايا هنا، تنورنا في 10 الصبح لازم. نهوان نهوان، انا الفكره بوصل لك اياها انه كانت المنظومه كلها سليم لما يكون عندك مدير فني محلي طبعا طبعا عنده غيره وعنده حب انه يقدم شيء لبلده. اللاعبين نفسهم في عمليه الانسجام والروح العالي اللي كانوا فيها. طبعا احكي لك شغله عادي، يعني خذوها بروح رياضيه. طبعا طبعا، منطقه الوسط في المنتخب الوطني، بالمنتخب المصري هو وطني اصلا، نحن نتحدث عن عرب. المنتخب المصري في البطوله الافريقيه يعني انت بتحكي عن خط الوسط، المفروض هذا خط الوسط اذا انت امسكته ركبت المباراه. احنا خط الوسط الثلاث للاسف الشديد، كيف انا وانت لما جيت الجامعه سنه اولى لسه بنتعرف على بعض، احنا حسينا هيك في امم افريقيا، ثلاثه مش فاهمين بعض، ولا عارفين شو ادوار بعض، ولا عارفين كيف نسق الهجمات، ما فيش صانع العاب حقيقي في المنتخب المصري للاسف الشديد. فبالتالي لما يكون عندك مدير فني، يعني احنا شفنا امام عاشور لما كان ينزل بديل كان ما شاء الله قدم اداء اكثر من رائع، تريزيجيه نفس الشيء، يعني عندك بعض اللعيبه يعني مصطفى محمد في اسماء فعلا كثيره قدمت بصراحه او ظهرت مع المنتخب رغم تدني المستوى الفني. في كمان نهوان نقطه انه بتحسي انه يعني الكيل بمكيالين، يعني انت حتى عمليه استقطاب اللاعبين، طب بكاس العالم الانديه حسين الشحات كان من افضل اللاعبين فيها، مصر بدعت، الاهلي المصري بدع فيها، قلنا والله حسين الشحات لعب دوري ابطال افريقيا، لعب بكاس العالم الانديه وبيلعب مع الاهلي ونتائجه وارقامه خياليه. لما يكونش المنتخب يعني لاعب مثل هذا في الشوط الثاني لما ما تجي الحلول تنزل بتجيب لك جول مما بالسهل الممتنع، اذا ما جاب جول بفرق لزملائه في الملعب. فحتى عمليه انتقال اللاعبين كانت غير سليمه في المنتخب. صحيح، انا مش هقدر اختلف معاك لان كل الامور اللي بتقولها دي يا استاذ امجد يعني احنا عدناها وقلناها وزدناها، لكن للاسف الشديد في علامات استفهام فعلا. هو الموضوع من الاختيار في البدايه، وبعد كده اختيار بقى غير فيتوريا، بعد كده لما جيت اخترت السكواد بتاعك، بعد طرق اللعب، يعني لا في طبعا علامات استفهام كتيره جدا جدا وملهاش اجابات للاسف الشديد. يعني يعني نهوان بالحديث يطول جدا، انا احب اني احكي بكره القدم المصريه وشغوف فيها. على فكره يعني لو تجي المحللين المصريين الجديدين مش راح تحكي انه هذا اردني، يعني ممكن اعطيك بالتفاصيل الممله وكيف انه على جزئيات بسيطه ممكن يعني كره القدم هسه يعني تنحس يعني تنداد، ممكن تضحك بوجهك، انت جلد مدور، هي بتحس فيك، بتحس في ركلتك إلها، طبعا بتحس طبعا انت حابب تقدم شيء، يعني علم صار، اما انك انت لما تلعب وانت ما عندك الشغف والحب، انا بحكي لك اللي ما عنده غيره مصيبه، فاحنا هذا لمسناه في كل المنتخبات العربيه مش بس مصر، احنا ليش هلا بنحكي عن المنتخب المصري؟ لانكم قناه مصريه، لو انا على قناة مغربية حكى عن المنتخب المغربي، على قناة جزائرية حكى عن المنتخب المغربي. مفهومة طبعا طبعا، وانا سألت حضرتك. لأنه تخيل أنت أنا هلا على قناة مصرية وأحكي عن المنتخب المغربي، وإحنا شعوب من الله عاطفيين، وكلمة بتودينا وكلمة بتجيبنا، حيقولوا لك من وين جبتوه هذا اللي قاعد تحكي عليه. صحيح متفق معك جدا. من الغيرة بنحكي وما بنحكي غير الصح، شوف الإعلام نهوان يعتمد على ثلاث أمور، حقائق وقائع وأرقام. إذا أنت تحدثت عن الحقيقة بالضبط والواقعة زي ما تحكي أكدتيها وعلى لغة الأرقام والستاتس والإحصائيات، فأنت بتقدمي إعلام ناجح وبتقدمي معلومة معاكي دليل فيه. بينما أن لما تتحدث والله بس أنا بدي أنتقد مجرد الانتقاد، وبس هو انتقاد إهدام،
نعم انا بس لسه انت كنت بتكون بقول كده بالظبط. والله يا حضرتك قبل المداخله كنت بتكلم ان احنا من حقنا ننتقد لان احنا عايزين الافضل، لكن الانتقاد الهادم ده موضوع تاني، ده شق تاني، ومش محتاجين الناس دي اكيد وسطنا ابدا، ان هي ما بتقدمش اي حاجه ايجابيه يعني. على كل حال عشان الوقت استاذ امجد انا هشكرك جدا، أنا بس أعطيني دقيقة بس اتفضل يا بعد فندم. إذنك حضرتك بس شغلة بسيطة. اتفضل. هناك رسالة صغيرة بسيطة أرجو أن تسمع بتركيز وأن يكون لها صدى من خلال برنامجكم الجميل المشاهد، لأن فرحتنا إحنا منقوصة. يعني إحنا الأردن وفلسطين بلد واحد مش بلدين. هي تحية كبيرة إلى تلك البقعة الشريفة المنسية في بلاد الشام، وبالتحديد دولة فلسطين وبالأخص غزة. في عالم كرة المستديرة وعالم غزة هناك عامل مشترك وتشابه. نحن نتحدث اليوم عن بطولتي أمم آسيا وأمم أفريقيا، عن من يخطف بطاقة العبور إلى الدور القادم، وغزة هي الأخرى تبحث عن بطاقة العبور إلى الحياة بسلام وحب بعيدا عن سفك الدماء، كما نتحدث عن الفوز وخفض بطاقة العبور لكرة المستديرة. غزة هي الأخرى تبحث عن الفوز والعبور بسلام للعيش على وجه الكرة آمين. الأرضية. نقول آمين. اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم وارفع رايتهم، والفوز والانتصار حليفهم. إن شاء الله يكون فوز كبير لهم مثل فوز منتخبنا الوطني، ونفرح أمين أستاذ فرح أمجد. كبير جدا. أمين يا رب. أنا بشكرك، وأكيد كلنا بنضم صوتنا لصوتك. شكرا جدا زميلنا العزيز جدا أمجد القاسمي.